دعا أندرو ستير الرئيس التنفيذي لصندوق بيزوس إيرث القادة الأفارقة والدوليين إلى التفكير بشكل أكثر جرأة والعمل معا بشكل أكثر إبداعا أثناء التحضير لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27 والمقرر عقده في شهر نوفمبر القادم بمدينه شرم الشيخ واكد اندرو ستير ان الدوره السابعه والعشرين لمؤتمر الاطراف تمنح العالم فرصه رائعه للتفكير بشكل اكبر في القاره الافريقيه مضيفا ان العالم بحاجه الى جعله مؤتمر الاطراف في افريقيا